في الثواني الأخيرة من المباراة التي جمعتها مع ساحل العاج اجتازت اليونان الدور الأول لمنافسات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل واقتلعت بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي لأول مرة في تاريخها الكروي بفضل فوزها بنتيجة 2-2. بفضل هذا الانتصار عاش اليونانيون في شوارع أثينا فرحة ذكرتهم بأجواء فوزهم ببطولة أوروبا عام 2004، ويقول مشجع: أظهر الفريق جرأة كبيرة وأنا سعيد بذلك، هنيئا لفريقنا الوطني. وتقول امرأة: هذا الانتصار يعطي قوة لكل اليونانيين، إنه رسالة بأن يتحملوا وقت الشدة. وتابع محبو الفريق اليوناني المباراة على شاشات عملاقة في الساحات العامة، وكانت فرحتهم بالفوز كبيرة. واستحضر اليونانيون في هذه الاحتفالات أجواء برازيلية. ويقول موفد ويرونيوس في أثينا: أعطى انتصار الفريق اليوناني ومروره إلى الدور الموالي من منافسات كأس العالم دفعا معنويا لليونانيين في هذا الوقت الذي تستمر فيه حالة الركود الاقتصادي وحالة التقشف.